أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فلاش 96. تقدم الدول وتقدم فن العمارة هو دليل على تقدم الدول وحضارتها. الكويت خطوت في هذا المجال خطوات ليست بالقصيرة، ونحن في هذه الحلقة نتطرق إلى عملية البناء وتطور في عملية البناء واللمسة الواضحة في فن العمارة الكويتي. بما أننا نتكلم عن البناء في موضوع حلقة اليوم من فلاس 96، لا شك أن السوق الكويتي مليء والحمد لله بكل مواد البناء المختلفة كالكماليات والإكسسوارات ومواد أخرى لا نستطيع أن نعددها في هذه العجلة. وأيضا نستطيع أن نقول بأن المواطن يحتار وتزداد حيرته أمام كل هذه المواد المغرية في تشطيب المنزل أو بيت العمر، لذلك نرى أن الذوق عامل أساسي جدا في عملية التشطيب. ولا شك أن المرأة الكويتية استطاعت بذوقها الرفيع أيضا أن تترك لمساتها الرائعة في المنازل الحديثة التي نراها اليوم في كويتنا الحبيبة. تتكفل الدولة في تقديم منزل لكل أسرة كويتية، وما أن تمر السنوات إلى أن يستلم كل مواطن سكن حكومي أو قطعة أرض يبني عليها كما يحلم، ذلك العش الذي يتمناه ويحلم به، ولكن تبدأ معه رحلة المشقة ورحلة التخوف من الغش التجاري والنصب والاحتيال وفترة القلق من تسلم البيت في وقت متأخر جدا. أعزائي المشاهدين، الآن دعونا نذهب معكم في هذا الاستطلاع السريع حول عملية البناء. أعزائي المشاهدين، وحول مشاكل البناء وتكلفة البناء خاصة في بناء الأرض والقرض، لنا لقاء مع أبو بعيض. شلونك حجي؟ الله يسلمك طول عمرك. أبو بعيض، ما أدري شنو المشاكل اللي تواجهكم؟ والله الحمد لله تواجهنا مشاكل البنيان، أنت خابر وماشي البنيان خابر، بس الفلوس ما تكفي عندنا يا أبوك. وليش ما تكفي؟ ما تكفي لأن اليد العاملة غالية عندنا والمواد غالية عندنا، تسمع، والشغلات تعرف انها كثيره، البنيان كل عامل تجيبه تشرط عليك يبى تعبه ويبى هالشغل ازود من اليوم الثاني وهالشكل، والمواد غاليه عند المواد ما تكفي المواد. زين ابو عايض، انت باني بيتك سرداب ودورين ولا شلون؟ لا والله انا ما ما بنيت سرداب، بنيت ثلاثه دور ونص، ونص ملحق شوي. دور ونص ولا دورين ونص؟ لا دورين ونص. دورين ونص، دورين ما تكفي 70؟ لا ما تكفي. عشان يطلع بنيان عادي مثل اي بنيان يعني. لا لا ما تكفي، يعني البنيان اللي انت بيه ما تكفي. ما تكفي طال عمرك. زين شنو المشاكل اللي واجهتكم غير الفلوس؟ مثل مشاكل مع المقاولين او غيره؟ لا والله المقاولين ياخذ نعطيهم حقهم وماشيين ان شاء الله السيده معنا وطيبين شرواك، تسمعي. لكن الفلوس من ناحيه الفلوس ما تكفي والله، الفلوس تكسر علينا وايد الفلوس. اعزائي، استطلاع سريع حول عمليه البناء، وايضا المواطنين بالتاكيد لهم دور كبير ولهم كلمه في هذا الموضوع. لنا لقاء مع الاخ يعقوب. حبيبي أخوي يعقوب، إيش كثر نطرت دورك؟ 13 سنة. 13 سنة؟ خلال هذه 13 سنة شنو التطورات اللي استجدت على حياتك الأسرية؟ والله ما في يعني، طبعا أنجبت، عندي طبعا أب أنا لأربع أطفال، 3 بنات وولد، وطبعا خلال الفترة هذه كنا نعاني، طبعا ساكنين في شقة وندفع الأجار، فحاليا بعد يعني ما طلعت لي الغسيمة هذه أنا قاعد أبنيها الحين حالياً على أساس أن أتوسع أنا وأسرتي وأقعد وأسكن فيها وأنا مرتاح إن شاء الله. يا رب تكون من الناس السعداء في بيتك الجديد. أيضاً إحنا ودنا نسولف، خلال 13 سنة شنو كان حلمك أنت والزوجة في بيت المستقبل؟ إيش خططت له؟ طبعاً يكون بيت حسب ذوقنا وحسب تصميمنا ونرتاح فيه، والتصميم طبعاً الراعي فيه أنه مثلاً ما نكسر فيه بالمستقبل ونوسع، وهذا يكون حسب حاجتنا يعني للبيت. نعم، انا اشوف ان اكثر اللي يبنون في الوقت هذا يحاتون اولادهم اذا كان عندهم اصبيان اولاد، فيبنون عن طريقة انه يعملون لهم دور ويبنون شقق حق اولادهم. فهل انت؟ لا طبعا انا اللي عندي الله انعم علي يمكن ب3 بنات وولد، اعتقد ان البنات ان شاء الله راح ياخذون يعني نصيبهم ويتزوجون ويمشون في المستقبل، ويظل الولد اعتقد ان البيت كافي للولد، يعني ما راعيت فيه نظام الشقق، ما راعيت فيه الشيء هذا. نعم، شو المشاكل اللي واجهتك اثناء بناء بيتك؟ طبعا لين الحين انت مو مخلص. ايه للحين بالتشطيبات النهائيه. والله مشاكل ما في يعني مشاكل بمعنى الكلمه، الا انه يعني بالسوق مليان مثلا من المقاولين.
المقاول الجاد اللي يبي يعمل، والمقاول طبعا اللي جاي على اساس انه بس يستفيد. وطبعا الواحد انا كانت لي مشكله بس مع التكييف. نعم. احنا عارفين موقفينك بالحال، لكن هذا جونا المشاهد العزيز. إيه. نعم. طبعا كانت مشكله عندي مع التكييف، مع مقاول التكييف، هذه المشكله الوحيده، وان شاء الله يعني خلصت منها بعد ما لجأت للمحكمه. دخلت المحكمه طبعاً بسبب البنيان. اي طبعا فسخت العقد بيني وبينه وكملت، خسرت يعني فيها فلوس. طبعا اكيد شيء طبيعي اني خسرت، لكن المبلغ اللي خسرته كثر ما اقدر، يعني حاولت اني اخسر مبلغ بسيط يعني اقدر اتحمله. نعم. والان انت طبعا نشوف البيت يبي له تشطيب حاليا. اي طبعا عمليه التشطيب هي عمليه بحد ذاتها يعني محتاجه الى الكثير من المواد، فهل حاط في بالك مواد معينه، وشنو ايضا شلون تتجنب السرقه او النصب او الاحتيال؟ طبعا بالمراحل الاخيره لما نجي لعمليه التشطيب، السوق مليان في المواد مختلفه الاسعار، في طبعا منها الغالي وفي منها الرخيص وفي منها المناسب. طبعا يعتمد على الشخص نفسه وامكانياته، اذا كان هو يبي يلتجئ الى الاسعار الغاليه وامكانياته تسمح له، بامكانه يعني يشطب بيته بالديكورات اللي تناسبه والاسعار الزينه يعني او المناسبه له. اما اذا كانت امكانياته ما تسمح فطبعا يحاول يعني مثل ما يقول مثل اللي مدريول على قد الحافه. نعم. احنا ما نبي نكون فضوليين، لكن ودنا نعرف يعني بما ان المنطقه اللي احنا فيها منطقه الجرين وهي مليئه ببيوت جديده وبصراحه وايد حلوه وجميله، ودنا نعرف التكلفه العامه للبيوت هنا، يعني لو قلنا بيتك مثلا هل المبلغ اللي عندك كفى ولا لازم تحط عليه؟ لا طبعا 70 ما راح تكفي، 70 اللي من الحكومه ما راح تكفي، لكن يعتمد يعني الحكومه تعطينا 70 على اساس ان نبني دور ارضي ودور اول. فالشخص لما يغرر مثلا عندما يروح مكتب الاستشاري يبي يرسم خريطته، يغرر انه مثلا والله انا ببني سرداب وبحط فيه حمام سباحه وبحط مصعد وببني دور ثاني فوق وباخذ كل الارتدادات والمساحات المسموحه لي من قبل البلديه، طبعا 70 هذه ما راح تكفيه. لكن ده يبني بالمعقول مثلا دور ارضي ودور اول، لا ان شاء الله تكفيه يعني. اعزائي المشاهدين، حول مشاكل البناء التي يتعرض لها من يبنون بيوتهم في هذه الاثناء وخاصه من اصحاب الارض والقرض، نلتقي بالاخ، نتعرف عليك. حبيب درويش علي. حبيب، ما ادري شو المشاكل اللي تواجهك اثناء البناء؟ والله طب المشكله الاساسيه اللي هو المقاولين، يعني عمرك ما توفق بمقاول يعني يساعدك ويكون ضميره على البيت و يعني يحس مثلا ان هذا مسؤوليته ولا شغله، يعني ما يهمه كميه الانفاق في البناء ابدا. اي نعم، ويراعي الدقه بالعمل، مثلا اذا شغله بسيطه مثلا تتصلح وهذا يصلحها، تلاقي المقاول بس هم انه يشتغل ويخلص ويقبض الفلوس ويتوكل على الله. ما ادري انت في بناء بيت، اول مراحل بناء البيت، يعني اعتمدت على حد في انه يشرح لك كيفيه بناء البيت؟ اعتمدت على مثل اساليب حديثه في بناء البيت؟ والله يعني انا بحكم وظيفتي يعني مهندس بالاسكان، فتوقعت اني راح اقدر ابني البيت هذا بالطريقه اللي تعودت عليها وبالجوده اللي توقعتها، لكن يوم بلشت ابني البيت لشخصي مثلا تفاجأت ان العمليه مو بهالسهوله. الواحد لابد انه مثلا يتنازل عن اشياء افكار كانت بباله في سبيل انه ينهي البيت هذا، والا راح يقعد سنه وسنتين وثلاثه يبني في بيت بالنهايه يشوف نفسه الفلوس قصرته والبنى اللي بناه ما طلع حسب مزاجه. ودنا نسال شنو الافضل؟ بيوت الجاهزه تستلمونها من الحكومه ولا الارض والقرض؟ والله البيوت الجاهزه لها ميزات وزينه وفيها ميزات شينه. الزينه انك على طول واحد يسكن فيها، والشينه انه مو زينه، خدماتها مو زينه، بسرعه لازم البيت بسرعه يخترب، يعني ما يطول معاه سنه الا اشوف خرير وما خرير. وهذا بيتك انت هني شلون باني من قلب يعني؟ اي والله من قلب. يقولون البيت يشيب الواحد، يعني البنيان يشيب، هل هذا حصل معك؟ والله صراحه انا صابق، بعد صابق شعري بعد، مو هذا يقول شيء يبين انه مصبوغ الشعر بعد. يعني البنيان يشيب صح الحكي؟ البنيان يشيب الا يذبح بعد، يعني عوار قلب بعد. نعرف شلون ليش؟ ما لقيت عامل مع ناس، يعني احنا الكويتيين نفسنا
طيبين. اذا جينا شخص يتعامل معانا نمشي معاه كثقه، وحتى لو نسوي وياه عقد وبالعقد شو يعني نمشي وياه، بس اخر شيء يكع معانا. وبعدين تعرفين انت المحاكم الكويت اذا صارت الشغله بتطول بالسنتين وثلاثه، واحنا نبي نخلص البيت بسرعه. وانت تعرضت يعني حضرتك لاي مشكله؟ واول شيء والله بالاسود تعرضنا مع المقاول، قاعد يمكن 8 شهور على ما خلصت ثم الاسود. 8 شهور؟ اي والله 8 شهور، عشان سوينا القواعد وبعدين كان يقول ما اقدر اكمل، وردينا سوينا مع عقد ثاني ورد قال ما اقدر اكمل، لما يلا البيت طلع علينا الاسود 34,000. الاسود 34,000 عيل مع التشطيب كم بيطلع عليك؟ والله انا متوقع يوصل في حول 110 120. مع عامل سرداب؟ عامل سرداب. بس شنو أهمية السرداب بالنسبة للمواطنين الكويتيين مع أن أطفالهم عددهم قليل يعني في الوقت هذا 4 إلى 5 أطفال مثلا؟ القسيمة نفسها 400 متر، إحنا متوقعين حاطين السرداب حق الحوش وما في حوش حق اليهال، معتبرة الحوش هو السرداب. يعطيك العافية أخوي. الله يعافيك. ما أدري شنو مشاكل البنية اللي تواجهكم لما تبنون بيوتكم؟ والله مشاكل أخي، الفلوس هذه مو كافية أصلا، 70 نسبة 70، فلو تبني حتى بدون سرداب فما هي كافية الفلوس، فيد العاملة غالية المشكلة. بس اليد العاملة غالية ولا المواد؟ لا غالية، المواد غالية، كل شيء غالي. ما في، ما كان من الممكن انك تقنن من كمية المبالغ اللي تصرفها على البيت مثلا، بدال مزايك تستعمل مثلا طابق جيري او غيره وغيره، ما حاولت؟ والله الواحد يبي اشياء زين، لكن ما احنا بحول الشيء يا اخي، كل شيء غالي، كل شيء غالي. زين قبل لا تبني البيت واجهتك مشاكل في المراحل وانت تبني مثلا السرداب او الدور الاول بعدين الدور الثاني؟ لا لا ما في. واعتمدت اعتماد كلي على المقاول؟ لا لا لا، اعتماد كلي، وبعدين عن طريق مهندس اشراف، وما في اشكال يعني عن البنيان. اخا 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 قوم شيل اقربته من الحمام لفوق، قوم قوم، انا قلت انا حق هذا رفيق، رفيق نحيس، يلا اخا قوم، يلا عافيه، قوم قوم اخا، يلا عاد قوم، يلا عاد بلا ملاقه، يلا اخا وسحر مار اخا ودرد اخا اخا اخا، يلا يلا يا خلي، يلا برا 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 برا، يلا 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 خو خو، انت يا بتلتي، انت يا بتلتي، الرجل بدليتي ابعدي عنيته، عاوز يتنفس، عاوز يشم هوي 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 اه عدل، ابي يشم هوي يا بفة، ايش تبي؟ والله واقف مثل اللولو الصغيرة اغا، شنو اغا؟ يلا يلا، ترى في ماي تاو على وجهك. معلم محمد، كم سنة صار لك تشتغل في البنيان؟ 15 سنة. 15 سنة، اول ما جيت الكويت اشتغلت في شنو بالضبط في البنيان؟ على طول في الحجر. تركيب؟ تركيب، تركيب الحجر، يعني صرت استاذ الحين. اه. بيعتمد عليك صاحب البيت في شنو بالضبط؟ يعتمد في كل حاجة، في شغل الحجر وتركيب وكل حاجة. يعني تقدر تصيد الخطأ إذا كان في أي خطأ من العمال؟ آه. يعني ما في واحد دارس يكون أشطر منك مثلاً، شاب جامعي مهندس؟ في مهندسين، بس المهندسين دي شغالة على ورق، مش خبرة يعني. يعني زي على ورق؟ على ورق يعني بالقلم كتابه وقرأي بس. وأنت؟ أنا بيدي. يعني أنت خبرة عملية؟ آه عملي باليد. ما قد اشتكى منك صاحب البيت ان شغلك مش كويس؟ فيش حد اشتكى مني ابدا، نسيت رحت جيت الكويت. اعزائي المشاهدين، طبعا كل بيت يبنى جديد لازم يكون فيه ديكور، في معلم ديكور، شو اسمك انت؟ امام يوسف. امام، امام ديكور، كم يركب انت ديكور مشان بيت كامل؟ دينارين. متر دينارين؟ اي. زين، في غالي في رخيص ولا بس كله؟ في دينار ربع، دينار نص، في دينار دينارين، ثلاثة. في غالي؟ غالي دينار نص. شنو هذا؟ ديكور، هذا مال اسلامي. اعزائي في فلاس 96 ايضا نلقي الضوء على عمليه مهمه جدا، وهي عمليه البناء، وخاصه اذا كان البيت في يد مقاول جديد. هناك مقاولين كثر شباب دخلوا هذا المجال واخذوا في بناء بيوت المواطنين، ولكن يتعرض المواطن الكريم الى الكثير من المشاكل مع هؤلاء. مو طبعا الكل، ولكن البعض منهم. معنا اخ من الاخوان، ونتعرف على اسمه. محمد العجمي، صاحب مؤسسه. نعم. اخوي محمد انت مقاول؟ اي نعم مقاول، بس مقاول توني بادي، ما صار لي 4 اشهر. نعم. يعني بمنطقه القرين هذه توني بدينا وياهم مع الاخوان المواطنين، اللي هي القطاع دال 6
اخوي محمد، اذا سالناك كمقاول صار لك 14، شو اللي شجعك لدخول مجال المقاوله؟ عندك خبره مسبقه ولا احد شجعك من الربع والاصدقاء؟ والله خبره مسبقه ما عندي، لكن شجعوني الاصدقاء وهذا بالاعمال الحره. انت تعرفين يعني الاعمال الحره هو البلد بعد التحرير وهذا قام فيها الاعمار والبناء وهذا، هذا شجعني اني ادش في المقاولات والبنيان. فيعني تعرفين هذه اول مره، فان شاء الله الله يوفقنا ان شاء الله فيها ونقوم بالواجب يعني ليرضي الزبون والجمهور ان شاء الله. كم بيت مسكت حتى الان يعني؟ والله حاليا ماسك 15 قسيمه. 15 قسيمه؟ نعم. مره واحده؟ اي نعم، من القرين بقرطبه بجنوب هديه بصليبيخات، بس اكثر شيء اللي هو القرين المشروع الجديد هذا قطاع 6. وهل وجدت ان العمليه سهله كمقاول جديد في هذا المجال؟ والله الحمد لله العمل سهل، لكن تحصلنا بعض المضايقات من مثلا لما يجيك الزبون مثلا طريقه الدفع الدفعات المقاول يقول والله البنك اخرني، او يعني السيوله يقول والله البنك عطلني وهذا وانطر لك شهر او ما يقارب 20 يوم، فهذا يعطلنا احنا يا مقاولين بالدفعات حق العمال. اول شيء تعرف العامل اذا ما ياخذ اجره زين ما راح يشتغل لك بالنصح يعني ويجهد بنفسه. نعم اخي محمد، يعني انت مقاول مزيك فقط، لكن نعم. في مقاولين بسنك وتوهم داشين المجال ياخذون البيت بالمفتاح. نعم. او مثلا الاسود مثلا يسلمون البيت ويشتكون منهم المواطنين لانهم يتعرضون على ايدينهم على الكثير من النصب والاحتيال. والله عاد المواطن هو المقاول هي لازم فيها اتفاقيه اول شيء، في عقود تبرم عند اي مكتب محامي وفيها لها بنود يعني، واي واحد يجيك انه قال انا مقاول قلت له والله هاك تفضل هذه فلوسي اعطني بيت بالمفتاح، هذا مو صحيح. اتمنى لكم اعزائي انكم تبنون بيوتكم في اسرع وقت ممكن، واتمنى لكم ايضا انكم ما تتعرضون لاي عمليات من عمليات النصب او الاحتيال. امام مشاكل البناء نقف قليلا، معنا المهندس الاستاذ عبد اللطيف. الاستاذ ويا هلا فيك في فلات 96. اهلا وسهلا فيكم وفي كل المواطنين. حلقتنا اليوم عن البناء وما يعترض البناء من عقوبات كثيره. المواطن الكريم طبعا هدف انه يبني فيلته من غير ما يقع للنصب والاحتيال او يقع في فخ النصب والاحتيال. فحضرتك قبل 6-7 سنين كان لك كتاب في هذا المجال شلون نبني بيوتنا، وايضا كان لك ايضا قبل فتره بسيطه فيلم. فشنو ممكن ننصح الناس استاذ عبد اللطيف؟ طبعا اول النصائح بان احنا دائما ننظر الى اصحاب الارض والقرض الحكومي. المواطن لما يستلم يجي دوره بعد عناء يمكن انتظار 10 سنوات مع الاسف، يا ريت بعد المده تقصر. طبعا بعدين هو يفكر في عمليه البناء اللي قاعده تصير في اثناء يعني بيبني بيت الاسره. طبعا في عده مشاكل، المشكله هي كيفيه الحصول على مكتب هندسي، ومكتب هندسي لازم يصير من المكاتب اللي عندهم خبره، وكذلك مكتب المقاولات على اساس كذلك عندهم خبره ومعتمدين من بلديه الكويت. هذه اهم شيء، يعني المشاكل اللي قاعده تصير بين الملاك والمنفذين هي العمليه عمليه القش. واول عمليه القش هي عمليه يعني في بعض ساعات المقاولين ما ينتمون الى الشركات معروفة. الشركه نفسها وشركات معروفه. بس استاذ عبد اللطيف انا قاطعك، يعني بقول شغله، ان المواطن يدور على الرخيص، انت تدري انه يعطونه 70,000 ويمكن صح. هو ميمع له شويه فيبي يبني بيته وفي اقل تكلفه ممكنه، عشان كذا يلجا احد مقاولين صغار. هذا من الخطا بان الواحد ينظر بانه يبحث على الشيء الرخيص، لان بعض ساعات هذيل يمكن من الناس اللي ينتهزون الفرص بان اياك يقول لك والله انا اسوي لك البيت بالقيمه الفلانيه، بس هو يمكن العمليه لا هو مهندس ولا عنده اي خبره. نعم. يمكن العمليه يمكن بناء لبيت بيتين وفي اخطاء في هذيك البيوت وقاعد يزاول العمليه، يتعلم يعني الحساب اللي بيبنون المواطنين على حسابهم. ايه شنو ممكن احنا ننصحهم لو قلنا على عجاله؟ يعني الان في واحد يبي يبني بيته ومتفق وخلاص متفق مع مقاول وموقع العقد،
أول شيء يتأكد بأن شركة المقاولات اللي يبي يتفق معاهم لازم أول شيء مصنفة من بلدية الكويت، والتصنيف في ألف وباء وجيم ودال، وألف هو أحسن شيء يعني هم درجة الامتياز وأكثر خبرة، وباء كذلك يقدر يبني بيوت وجيم. أما بالنسبة لدال تصنيف دال هو التصنيف إلا فقط بأن يقوم في بناء الملاحق والترميمات، بس مع الأسف في كثير من ضعاف النفوس من المقاولين اللي عندهم تصنيف دال ينتهز الفرصة ويروح يأجر من تصنيف ألف أو باء أو جيم بالباطن. من اللي ينخدع؟ ينخدع صاحب البيت، وصاحب البيت ما يدري. أول شيء أنت يا صاحب البيت لازم تتأكد بأن التصنيف من نفس الشركة وتتأكد من اسمها، وكذلك العمال بأن يصيرون منتمين لنفس الشركة، وأن يكون التنفيذ تحت إشراف مهندس وليس مقاول كان أساسه يا أما حارس أو نجار أو حداد وتعلم الشغلة وبعدين العملية لو تصير فيها أي أخطاء وتلوم نفسك. لا، خل التنفيذ حق أصحاب الاختصاص مثل مهندس، مهندس مدني. أنا كنت قاعد بدور الشعب بستنى برزقي مع بلدية دول، قالي الحق محمد عبد السلام وقال لي يا محمد يا ابن عمي يا حمادي، بدل ما انت قاعد القاعده السوداء دي من غير شغله وانا مشغله، ده انا حديك عنوان رجل طيب اسمه الحق صالح الكاشي تروح تقابله وتشتغل عنده. ها انزين انت الشغله مالك شنو؟ شنو اشتغل؟ انا بتاع كله. يعني شلون يعني؟ مقاول. مقاول. فران. فران. سباك. سباك. حداد. حداد. مساع. مرقاق. كهربائي. خيطان. فعروانيه. جيلب شيوخ. حصابي. كل شيء. يعني سبع صنايع. واللي خلقك والبخت ضايع. والله واجد تمام. مهندس عبد اللطيف، قمت بإصدار كتاب في عام 1989، ومهمة هذا الكتاب هي حماية المواطن اللي يود أن يبني بيت، خاصة أصحاب الأرض والقرض. ما أدري شنو إفرازات هذا الكتاب على من تناول هذا الكتاب، وأيضا قام بالعمل من خلاله بحذافير هذا الكتاب ومن الأسس التي قدمتها في هذا الكتاب وأيضا القواعد السليمة. بالنسبة لتأليفي للكتاب تحت مسمى نصائح في مراحل البناء، هذا جاتني الفكرة بناء على طلب كثير من المواطنين، يعني ونظري ومشاهدتي لكثير من المواطنين قاعدين يقعون في مشكلة كبيرة أثناء التنفيذ وهذا، والمشكلة بأنهم مو عارفين شنو المراحل اللي يمر فيها بيته من مرحلة لمرحلة، المراحل الأساسية، المراحل الأساسية بالتدريج. وهل هذه العملية فيها عملية يمكن يقول لك أنا يمكن هذا يقشني، يمكن ما ينفذ نفس الأشياء اللي أنا أبيها. فعلا ترى في ضعاف من النفوس من المقاولين قاعدين ينتهزون هذه الفرصة. يعني المشكلة أنا أعتقد مهندس عبد اللطيف المشكلة الأساسية هي في بناء السرداب، يعني هي المشكلة الأساسية الأولى. يعني بناء السرداب، بالنسبة لبناء السرداب هو التكلفة الكبيرة اللي قاعد تكلف يعني صاحب البيت، وخاصة السرداب. إذا احنا نبي نتكلم عن السرداب، أول شيء أنا دائما أنصح الواحد إذا يبي يسوي سرداب إذا ما يستخدمه أكثر من 60% ما أنصحه يسوي سرداب، لأن السرداب تكلفته حوالي عن طابق ونص. نعم. فما بالك الواحد لما يشتكي يقول لك والله 70,000 دينار ما تيزيني ولا هذا. يعني بالفعل الكتاب تناولت في مراحل بناء السرداب وكيفية عمل هذا السرداب بتدريج خطوة خطوة، وتخللت بعض النصائح فيها وبعض الملاحظات المهمة، والحمد لله حاز على رضا الجميع. حرصك زايد على المواطن الكويتي والشعب الكويتي في أن دائما يبنون منازلهم وبتكلفة معتدلة وأيضا بمتانة أكثر. كان هناك في هذه الأيام فيلم من إنتاجك في مراحل البناء، ما أدري كلمنا شو عن هذا الفيلم. بالنسبة للفيلم عملته كانت الفكرة فكرة أحد الإخوان، والحمد لله يعني بمشاركتي ومشاركتهم طلعنا في فيلم بعنوان كيف تبني بيتك تحت اختصاص مهندس متخصص. وهذا الفيلم طبعا يتكلم عن كل المراحل من مرحلة الحفر إلى مرحلة التشطيبات النهائية،
ويتخلل دائما النصائح الواجب اتخاذها للتغلب على المشاكل اللي قاعدة تصير أثناء التشييد. وإحنا يعني حاولنا قد المستطاع بأن نوضح الصورة الزينة حق المواطن يعني المالك وكذلك المقاولين حق أن نتغلب على المشاكل اللي قاعدة تحدث بينهم. هل تفكرون قبل لا تبنون بيتكم الوقت المناسب لبناء البيت في الصيف ولا في الشتاء؟ طبعا جونا حار وايد. استاذ عبد اللطيف كمهندس ماذا تنصح الناس؟ طبعا انا دائما انصح الناس بان اذا الوقت يصير ما في درجه الحراره عاليه، اذا كانت درجه الحراره عاليه ما انصح الواحد يبتدي في عمليه البناء. احسن الاوقات احسن الاشهر من شهر 9 وفوق، لأن الجو على الأقل يصير بارد. نعم، أنا أشوف هنا في مواد بناء مكشوفة، يعني مو مغطين مواد البناء مثل الإسمنت والخلطة هذه، فهذا صح؟ هذا بالنسبة للمواد البناء خاصة في بالصيف بدرجة الحرارة. وهذا أول شيء، المواد البناء لازم تخزن في محلات خاصة يطلق عليها التشوين، ويحطونها يا إما بشبرات أو يقطونها، مثلا أكياس السميت، بأن عملية رصها يصير رصها بالعملية يعني فوق بعض، وكذلك الرمل لازم ينحط بعيد عن ما يصير عليه أي شوائب، وكذلك الحصى وعملية هذا السميت ما يعرض للرطوبة حق لا نخسره. نعم، واستخدام الأخشاب، هل المفروض تكون أخشاب جديدة في البيت أو أخشاب مستعملة؟ يعني ما يضر إذا كان خشب مستعمل. هو دائما أنا أنصح صاحب البيت عندما قبل لا يكتب الاتفاق العقد مع المقاولين لازم يقول لهم يستخدمون الخشب الجديد، لأن الخشب الجديد يعني لسلامة المبنى. الخشب المستهلك كثيرا يمكن ينكسر في أي وقت. مشاهدين فلاش 96، نجدد لكم التحية مرة أخرى في حلقتكم لهذا اليوم، وهي عن البناء والعمار. يسعدنا أن نلتقي بالمهندس المعماري محمد العوضي. حياك الله. أهلا وسهلا محمد العوضي، مهندس معماري وفنان أيضا لاهتمامات بالفن التشكيلي وبالرسم. ما أدري أثناء مرورك في أي منطقة إن كانت في دولة الكويت تجد هناك أخطاء أو تجد ما يلفت نظرك؟ الأخطاء كثيرة، أحيانا ما تكون بس من العمارة نفسها، الأخطاء تكون حتى من التخطيط. يعني أنت لما تخطط منطقة يفترض أن هذه المنطقة تكون جاهزة لسكن الناس، فتلقى واحد باني وواحد توا قاعد يبني وواحد راح يبني بعد 10 سنين، فتلقى المنطقة كلها محفوسة. يعني هذه من الشغلات اللي تشد انتباهك أول شيء، تلوث بالبيئة تصير، إزعاج بالنسبة حق السكان، البيت نفسه اللي مصروف عليه مبالغ محترمة تلقى بعد شهرين ثلاثة كلها شقوق، ستلمنتس بالأرض من الحاويات اللي تمشي برا مالت الإسمنت. نعم. الضجيج، عدم الاستقرار، هذا كله تخطيط. يعني لا يعني هو السبب الرئيسي عدم تخطيط جيد. يعني مهندس محمد، يعني في بعض الدول لما نزورها من خلال مبانيها نعرف أن هذه الدولة الفلانية، ما أدري إحنا ما في رابط بين المعمار خاصة في المناطق الحديثة أيضا، يعني نجد هناك بيت مختلف تماما في الشكل والتصميم، ما أدري شنو ممكن يكون هناك في رابط بين هذه البيوت بين نضع لمحة كويتية. المشكلة كلمة لمحة كويتية يعني هم مطلقة، يعني صعب إنك تقول والله هذا البيت كويتي ولا هذا البيت يعني فنان لمسة شيء تاتش مثل ما يقولون. يعني مثلا أنت تسوي الشغلات مشتركة في المباني، يعني شنو الشغلة المشتركة؟ يعني مثلا اللون، ممكن تقول والله أنا اللون البيئي الشيء الفلاني وهو اللي لازم الكل يلتزم فيه، بس مو بالضرورة اللون البيئي يكون واحد، ممكن يكون مشتقات هاللون الواحد. نعم. مثلا لو قلنا احنا عن البيجيات، الكل يقول ان البيجي البيج هو اللون البيئي، فأنت ممكن تتعامل مع اللون البيجي بمشتقات اللون البيجي بمشتقاته. يعني ممكن تقول والله مشتقاته 6 ألوان، درجات المختلفة مثلا، خلاص الكيل يلتزم ب6 ألوان مثلا، كذي انت حددت الصبغة مالت كيل البيوت. طيب تي حق مثلا الفتحات اللي هي الأبواب والشبابيك، تقول والله أنا الستايل الكويتي أو الستايل اللي أنا أبي يكون إما قوس كامل أو مثلا ربع قوس
أو تقول لا والله البوينت دارتش اللي هو البصلي اللي صاير مثل دائما نشوفها بالمساجد وكذا. هذا مثلا أنت تحدد شكل الفتحات، تيجي حق الأبواب نفس الطريقة، تقول والله أنا الأبواب المفروض تكون مثلا من خشب السايد كلها، أو تكون والله من خشب السنديان بس لها كلر معين يعني تون معين. فأنت حددت إذن المادة والفتحة شكلها. طيب تي بعدين تقول حق الدراوي العلوية، يعني البيت سواء كان دور واحد أو دورين أو ثلاثة، في الجزء العلوي إحنا نسميه الدروة أو اللحية. نعم. هذه مثلا أنت ممكن تقول والله اللحية في البيوت لازم تكون بالشكل الفلاني، أو أوبشن 2 ولا أوبشن 3، ثلاثة أوبشنز مثلا، بحيث أن البيت الصبغة الخارجية تكون تقريبا شبه مثل مثل، يعني ما في طفرة بالستايل. ما في اختلاف بالستايل. طبعا أنت عشان تسوي هالشيء لازم المواطن هو الأساس، يعني يقتنع باللي أنت تقوله، لأن أنت تقول الله دولة حريات وما في أحد يقول لي شاكل وششرب وشلبس، فأنت ما تقدر تقول لي كذي. بس لما أنت تخلي الجماعة كلهم يقتنعون إنه لازم يكون عندنا عمارة موحدة، عمارة لها طابع، عمارة مميزة وحلوة. يعني هل من الضروري يعني يكون عندنا عمارة موحدة في وجهة نظرك؟ هل من الضروري يكون إيه؟ أنا أعتقد كذي، لأن العمارة الموحدة يعني تقدر تقول إن هذا الشعب عنده ديسيبلين، يعني شعب منظم ويحترم القانون ويحترم الناس اللي أفهم منه شو يقولوا له. زين احنا خلينا ننتقل حق نقطة اللي هي احنا في كثيرين يتفاجئون بعد التنفيذ، خاصة اللي يسلمون البيوت مع المفتاح اللي مثل المقاولين. انت هني فنان وممكن انك ترسم يعني وتعطي صورة كاملة يعني حق البيت، هل تجد من هناك يعني ياتي بعد التنفيذ يتفاجئ في مثلا في حجم صالة او في شكل منزل، مع انك انت راسم يعني موضع يعني معنى الغير لا من غير لا يشوفه اساسا، ولا يكون عنده مثلا منفذ بهذه الصورة، رسام وعنده لمسة وممكن يرسم للبيت بس بالكلام كذي، فيفاجئ بشكل كبير. بس خلينا نشوف يعني يعني شوف أنا تجربتي، أنا يعني الحمد لله عندي وايد زماين، يعني طبيعتي كان أنا يعني أحب حتى التدريس، دائما أدرس اللي قدامي أو مو يعني أوصل عند مرحلة إنه يفهم شنو أنا أسوي عشان ما يتفاجئ. فأشرح له مرة ومرتين وأرسم له مرة ومرتين سواء أخت أو أخ، يعني بحيث أن أحاول أن البيت قبل لا يتنفذ ينفهم شكله، ومع هذا لما يتنفذ الزوج أو الزوجة أو أهلهم يقولون ويش كبرى كذا. فعندنا هذه المشكلة، مع أن أنا أكثر واحد يرسم ومع هذا أكو هذه المشكلة، لأنه ما في وعي، يعني ليونك ما عندهم يعني ما يعرف إذا هذا باب ولا هذا شباك، يعني انت الخريطه لازم تعرف تقراها. يعني في ناس ما يعرفون يقرون الخريطه، مو بس كذي المقاول ما يعرف يقرا الخريطه، مو المالك هذا المسألة. يعني اذا مقاول ما يعرف يقرا الخريطه فش فشبال فش حال المالك راح يطلع. ايوه فانا هذا طبعا من المشاكل اللي اشوفها. مهندس محمد، اجرينا استطلاعات مع الاخوان كلهم يشتكون من 70,000، يقولون 70,000 ما تكفي، يعني ما أدري أن يمكن هم ما لهم خبرة في أنهم كيف يتصرفون في هذه 70,000 أن تكون عندهم منزل يعني مناسب أو لا. ما أدري أنت نظرتك كمهندس، هل 70 ممكن تكون كافية في أن نجد بيت كويتي مناسب لمجموعة لأسرة معينة، خاصة إحنا يعني 70,000 أو بداية المنزل يسلم حق مجموعة من أو أسرة يعني تتكون من الأب والأم 4 أولاد ومن الخدم 2، يعني 8 تقريبا أو 10، فهل 70 ممكن توفر لهم بيت متكامل؟ هو مثل ما قلت مدريوك على قد الحافك، لو كل واحد هالمثل كان ما في عنده مشكلة، بس المشكلة ان كل واحد قاعد يمد ريوله اكثر من 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 حاجته، فيطالع بيت جيرانهم ولا يطالع او الاخت طالع اختها، بس طبعا الاخت ذيك يمكن زوجها الله منعم عليه هي امكانياتها محدودة فتحاول تقلد. عشان تحل هالمشكلة لازم اول شيء الواحد، يعني أنا تجربتي الحين مع الناس اللي يجون هنا، مع أن أغلب اللي يجون كلهم مقتدرين، تلقى ست البيت عندها ألبوم في كل شيء، في أشكال الحمامات اللي تبيها في بيتها، تبي الصالات، تبي ديكورات الأسقف، تبي شكل الأرضيات، محتفظة في ألبوم كامل. فلما تيجي عارفة هي بيتها كم ميزانيتها. اللي يجون من أصحاب القروض مثلا ما عندهم التصور، ف
فلما يجون يحطون كل نبي حمام سباحة، نبي زين حمام السباحة بس بروحه مينيمم 8000 كيدي المينيمم ماله. فتخيل أنت عندك 70000 وتبي حمام سباحة مثلاً، تبي مثلاً شكل باب معين اللي المتر ماله يوصل إلى مبلغ كبير، يعني الباب الرئيسي أحياناً يوصل إلى 6000 دينار قيمة الباب الرئيسي مال دخلة البيت. يعني ما في قناعة مع إيه، مع إنه ممكن تسوي بمئتين وخمسين. ما في قناعة في إن البسيط ممكن يكون له شكل جمالي أكثر. هذه نقطة أو أحلى. فلازم راعي البيت تعرف إن ممكن هي توفر لو إنها قدرت يعني تختار الأشياء البسيطة والغير مكلفة. فما في داعي أنا أشتري البرسلان متر 7 دنانير 8 دنانير مع العلم أنا ممكن أحصل دينارين ونص مثلاً. أي حق الأرضيات نفس الشيء، ما في داعي كل البيت يكون رخام، ممكن يكون بس مثلاً بالإنتري وبالجيست إيريا مثلاً كذي. أنت الهاندريل مال الدري نفسه ممكن يكلفك 6000 دينار بس هاندريل من دور السرداب يعني مستمر معك للأول وممكن لا تخلي نص القيمة. ما أدري قبل شوي قبل أن أنجل هذا اللقاء سمعنا أن في دراسة أن ممكن توفر 70000 دينار في منازل. تكلم عن هذه الدراسة. والله الدراسة شلون أنا أقدر أوفر؟ أول شيء لازم أقنع البلدية أن المواد اللي قاعد تستخدم فيه لها بدائل بالسوق، يعني الكونكريت والحديد والطابق الأسمنتي وكذا، هذه أكو مواد ثانية بديلة ممكن نص القيمة توصل. يعني مو معقولة المواطن اللي عايش مثلا بأمريكا يقدر يبني بيت بنص بيت البيت اللي أنا أقدر أبنيني، يعني عرفت؟ المفروض يعني أنا أكون أرخص منه، يعني مو هو أرخص مني، لأنه هو طلباته بعد هو يعتبر the most civilized person بالعالم، ومع هذا يقدر يبني بيته بنص قيمة بيتي، عرفت شلون؟ فإذا أنا لازم أنا أشوف هالعالم شلون قاعد تبني نظام البناء اللي عندهم الآن. حتى دبي الإمارات يعني قاعدين هم يعني قاعدين يأخذون مواد غير مكلفة حق بيئتهم، تصلح حق بيئتهم وعلى ميزانياتهم على داخلهم يعني. نعم. وقاعد يبنون بيوت حلوة ومرتبة وكذا. احنا البيت المواد اللي قاعد تنحط فيه على هبل يعني بدون تفكير، عشان كذي قاعد يكلف. فانا قاعد مثلا اجيب بدائل بالقواطع الداخلية مثلا الحوائط، اجيب بدائل بالسقف، قاعد اجيب بدائل بالحوائط الخارجية، الساندويتش اللي قاعد ينعمل قاعد اجيب له بدائل ثانية بحيث انه البيت يكلف حتى النص، حتى ممكن 70000 الواحد حتى يفرش فيها بعد، مو بس انه يبني فيها. سعيدة جدا أن نجري ونكمل حوارنا مع المهندس محمد العوضي. هو البيت اللي احنا فيه هذا شنو ديزاينه؟ شنو ديزاينه؟ هو خليط بين العمارة المحلية والعمارة الإسبانية تقدر نسمينها أو الميديترينيان. نعم. من تصميمه بالضبط؟ هل تصميمك 100% ولا تصميمك؟ أنا عمري ما أقول عن شيء هذا تصميمي 100%، لأن دائما أهل البيت لهم دور في اختيار الشكل واللون والحجم والمكونات الداخلية، يعني دائما أهل البيت لهم دور كبير، بس أنا طبعا دوري أني أبلور الأفكار ملتهم إلى عمل، يعني على على يعني بشكل يبين اللي هم في بالهم. يعني شو الصعوبة اللي تجدها أثناء ترميم بيت ويتدخلون أصحاب البيت في الذوق، يعني يفرضون ذوقهم على المهندس؟ هذه فيها صعوبة للمهندس ولا؟ هي فيها صعوبة إذا كان الرأي مو سليم، بس إذا كان الرأي سليم يساعد طبعا، يعني سبيد ذا تايم إن توصلين حق الحل بسرعة. يعني مثل البيت اللي يمنا هذا بيت ترمم، يعني كان دور واحد والآن صار دورين، ومع العلم إن أهل البيت كانوا ساكنين فيه وكان البيت جدا بسيط ولا في أي آرت، الآن أصبح بيت مميز وفي آرت. يعني سمعنا في الجزء الأول من لقائك أن هناك أدوات حديثة أو مواد حديثة من الممكن استخدامها دون يعني ما يكون في البيت أي نوع من المواد، مواد البناء الصعبة اللي تعرقل وجود أهل البيت داخل البيت أثناء البناء. هل في المستقبل يعني إذا استخدمنا المواد هذه السهلة والبسيطة والخفيفة سهل أن الواحد يكون قاعد في بيته ويرمم ويعدل؟ إيه ممكن، يعني في قواطع تستخدم يسمونها الجبسن بورد ويصير فيها عازل صوت. ممكن يعني بدال الحوائط التقليدية الأسمنتية ومساح وصبوق وبلاوي. ممكن يعني إيه، بس لما نيجي عند الأسقف طبعا لا، الأسقف لازم تكون خرسانية. يعني أنا أتكلم عن الحوائط. إحنا ودنا عن هذا البيت لو يعني دققنا شوي، إحنا أنت مستخدم في السيجما، ولكن السيجما هنا عندك بطريقة جدا جميلة. شنو الطريقة؟ هي السيجما اسم تجاري، يعني طبعا احنا ما نقدر نقول احنا السيجما، هو عبارة عن مونة اسمنتية
استخدمت ككسوة خارجية. فالمونة الإسمنتية لما لزقناها بالحائط لزقناها بطريقة احنا بالكويت باللغة الكويتية القديمة يسمونها اللوس، يعني تمسكينها بيدك وتلوصينها لوس بالطوفة مع فركة خفيفة تعطيك التكستشرز الخارجي اللي تشوفينه. نعم ذكرت ان السيجما تجارية الان اللي يكسو بيته بالسيجما، واكثر الناس اللي يبنون يختارون السيجما وبعد 5 سنوات يحتاج الى صبغ، هل هذه مادة تجارية يعني ما تنفع عكس استخدامنا المواد السابقة؟ لا هي السيجما اسم تجاري بس المكونات نعم. احنا مستخدمينها من سنين، يعني هي نفسها يعني السيجما عبارة عن مساح ينصب يعني ابلاي على 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 سطح املس، لازم يكون السطح الاملس. فانت لما تلزقين هذه الماده على طابوق اسمنتي عادي مو مخدوم اكيد تفتش فتضطرين تحطين شبك. نعم مهندس محمد احنا طبعا ما نقاطع كلامك لكن يمكن المشاهد ايضا بوده ان يشاهد البيت من الداخل يعني يشوف التصميم. ممكن ايه ممكن تصميم داخل تصميم الكويتيين ايه ذوق الكويتيه مع زوجها. نعم. شلون لو اتحدوا مع بعض بالراي ايش يطلع النتاج يعني. نعم. اذا اعزائي دعونا ندخل هذا البيت ونرى التصميم الجميل الرائع داخل البيت الكويتي. البيت مثل ما أنتم شايفينه من الداخل يبتدأ في مدخل بسيط ومساحته صغيرة بحيث أن الواحد ينتقل من سبيس لسبيس، يعني مقصود أن الواحد لما يتحرك ما يتفاجأ بالمساحات الكبيرة اللي يضيع فيها. فبعد ما ندخل من المدخل ندخل على صالة مساحتها يعني معقولة بالنسبة حق العائلة الكويتية، وهذه الصالة لها فراغات مرتبطة فيها أساسية مثل فراغ الطعام مثل فراغ أهل البيت اليومي اللي ينتقلون منه، بعدين من فراغ الطعام عندنا طبعا خدمات الطعام اللي هو الحمام ومنطقة المغاسل، بعدين ندخل داخل نشوف الدري اليومي معمول بطريقة جميلة ومتناسقة مع شكل البيت. والبيت طبعا مثل ما احنا شايفين ماخذ طابع كلاسيكي مودرن، يعني مو الكلاسيكي العجقة اللي فيه وايد شغلات فنية دقيقة، لا هو ماخذ طابع البساطة. عندنا الطعام والتحضيري مفتوح بحيث ان الواحد اللي ياكل داخل او يشتغل فيه ما يحس بالعزلة عن البيت. كذلك القعدة اليومية العائلية مات البيت خذت زاوية جميلة فيها زراعة فيها اطلالات حلوة، ومو هي بعدهم يعني فيها ظل مناسب. والبيت كله يعني بصفة عامة في نوع من الهارموني من الألوان، حتى الأرضيات لما الإنسان ينتقل من مسطح إلى مسطح ما يحس أن هذا الفراغ لونه أصفر والفراغ الثاني لونه أزرق والفراغ الثالث لونه أخضر، لا في نوع من الانسجام بالألوان في الأرضيات. وكذلك بالحوائط وبالأسقف، الأسقف مستخدمين فيها إضاءات مختلفة، إضاءات دايركت وإضاءات مخفية أساس تعطي نوع من الهدوء والراحة النفسية يعني. كذلك ألوان البيت من الداخل فيها نوع من الانسجام، والستايل موحد بالنسبة للأثاث، يعني ما في صيني على أمريكي على شرقي، لا في نوع من التوحيد في الأثاث حتى اللي يقعد داخل البيت ما يحس إنه هو يعني في عوالم مختلفة، إنما هو كله في عالم واحد. أعزائي المشاهدين، حول عملية بناء المنزل الكثير من الأخوان يشتكون من عمليات النصب والاحتيال التي تقع بين رب العمل وبين المقاول. يجب أن يكون هناك عقد مبرم بين رب العمل والمقاول ليحفظ حقوقه من أي عملية نصب أو احتيال. في لقائنا هذا سوف نلتقي بالمحامي عماد السيف لنبين لكم كيفية التعامل مع المقاولين لحفظ حقوق كل مواطن. حياك الله أخوي عماد في هذا اللقاء. أهلا أخوي سلمان، وأنا أشكركم على هذه الاستضافة. حقيقة أن الموضوع اللي تطرقت له أنا أعتقد أنه موضوع حيوي جدا ومهم جدا، وأكيد في الآونة الأخيرة بدأ يمس قطاع كبير من المواطنين، لأنه تعرف عملية تشييد المنازل الآن أصبحت في اتساع، وكثير من المواطنين الآن أصبح لديهم من المتسع من النواحي المالية أنهم يقومون بإنشاء هذه المنازل الجديدة في كل مناطق الكويت. حقيقة الواحد من متابعته للقضايا في المحاكم يجد أنه قضايا الخلاف بين رب العمل والمقاول أخذت تتسع وتأخذ أشكال كثيرة وكبيرة، وأصبحت هذه المشاكل مطروحة بشكل ملح في المحاكم الكويتية بشكل يومي.
لذلك دائما أنا كنت من الناصحين أنه يجب على أرباب العمل وعلى الأشخاص الذين ينهون إبرام مثل هذه العقود أن يتخذوا من كل أوجه الحيطة والحذر قبل إبرام مثل هذه العقود. ولا أقول أنه يشترط حتى لا يكون المرء في مكان أنه يطلب الدعاية لنفسه أو للمحامين، لكن كل ما أرجو حقيقة أن يكون هناك عقد واضح يحدد التزامات الطرفين بشكل واضح ومحدد لكي يحفظ حق رب العمل وهو يبرم عقده مع المقاول. سأضرب على ذلك مثال. أهم شيء في هذه العقود أنها تكون محددة، محددة المدة، أي أنه إنجاز العمل يجب أن يتم خلال مدة معينة. والشرط الثاني اللي يجب أن يندرج في هذه العقود في تقديري هي أن يكون قيمة الدفعات مرتبطة بحجم إنجاز العمل. إنجاز العمل. ما أدري، طالما تطرقنا للمحاكم، المحاكم دائما وهذه القضايا تأخذ فترة طويلة للفصل بين المقاول وبين رب العمل أو صاحب المنزل. ما أدري ليش هالفترة تكون طويلة؟ طبعا لأن هذه القضايا أغلبها المحاكم لا تصدر فيها أحكاما إلا بعد أن تحيلها إلى إدارة الخبراء. ومن خلال إدارة الخبراء طبعا ينتدب ثلة من المهندسين اللي يقومون بمعاينة الأعمال الذي قام بها المقاول ويؤخذ رأي رب العمل فيها من أجل أن يحدد حجم الإنجاز وبالتالي حجم الأتعاب اللي يجب أن يتقاضاها المقاول. وهذا بالشك ما يستطيع أن يقوم فيه القاضي وهو في المحكمة، إذ لابد من معاينة هذه الأعمال على الطبيعة. لذلك من ذهاب القضية إلى المحكمة ومن ثم إحالتها إلى الخبراء ومن ثم إعادتها للمحكمة للتعليق على تقرير الخبراء لابد أنها تتخذ كثير من الوقت. والله أنا أشوف يعني في قيمة المبلغ اللي تمنحها الدولة للمواطن هو 70,000 دينار، يعني قيمة أكثرهم يشتكي أنها ما تكفي يعني، ولكن يأتي شخص مثل المقاول ما هو بالدرجة الكبيرة بالذكاء ويستطيع أن يستولي على هذه 70 ويختفي. شلون بعض المقاولين اللي طبعا تكون معلوماتهم خاطئة، يعني أكيد مرت عليكم مثل هذه التجارب أو مثل هذه القضايا، إنه ما يكون محدد الشخصية أو الهوية يقوم ببناء منزل ويقوم بعملية نصب، هني شلون تكفلون حق هذا المواطن؟ والله هو طبعا المواطن أكيد يتحمل مسؤولية في الدرجة الأولى. يعني المواطن لما يأتي ليتعاقد مع مقاول في لحظته هو صاحب القرار، خاصة إذا مثل ما قلنا أن أغلبية المواطنين للأسف لا يستشيرون وإنما يستعجل في إبرام هذا العقد. وخلنا نكون واقعيين، يعني أكثر الناس يبحثون عن المقاول ذو الكلفة الأقل. نعم. ومدام أنه يبحث عن ذو الكلفة الأقل معناته أنه هو يخاطر، لأنه كثير من المقاولين لكي يستدرج ضحايا بيضع أسعار خيالية في الرخص. فبالتالي يأتي هؤلاء من أجل أنهم يقتصدون في المبالغ اللي وضعوها للبناء ويتعاقدون مع أشخاص قد لا يكون لهم وجود حقيقي. يعني هو يدعي أنه مقاول ويدعي أنه يقوم ببناء منازل، لكن من أن يستلم الدفعة الأولى من المبلغ ويبدأ بإنشاء المنزل تجده قد اختفى. وعندما نحاول أن نلاحقه قضائي نجد لا نجد له مكان ونجد له محل مختار، بل ولا نجد له وجود في الكويت، لأن أغلبهم بعض للأسف يعني بعضهم طبعا هو مو حديث عن الجنسيات لكن بعضهم أيضا غير كويتيين، فبالتالي من السهل أن يخرج برا البلاد ومن صعب ملاحقة داخلها. لذلك أنا أقول أنه المبلغ يعني خليني أنا أدفع أكثر مقابل أني أنا أطمئن أكثر. وأنا قاعد أقول من البداية قبل التفكير في الدفع الأكثر وقبل التفكير ما إذا كان هذا المبلغ كافي أو غير كافي، خليني أنا أحمي نفسي قانونيا، خليني أنا أحفظ حقي قانوني. مثل ما قلت لك سلمان، كيف نصل إلى صيغة مناسبة تحمي رب البيت؟ أنا مثل ما قلت لك هم شرطين أساسيين. يعني إحنا ما نبي ندخل في تفصيلات القوانين ولا تفصيلات العقود حتى لا نقدم وجبة ثقيلة على المستمع أو على المشاهد. إحنا بنقول يا جماعة شرطين أساسيين في كل عقد، وهذه رسالة لكل شخص يريد إن شاء الله يوفق الله في بناء بيته، بيت الزوجية وبيت الأسرة، أنه إذا أردتم أن تتعاقدون مع مقاول احرصوا على أن يتوافر في العقد شرطين أساسيين واضحين. الشرط الأول أن يكون العقد مدة الإنجاز محددة فيه بمدة معينة. اثنين أنه يتفق فيه على أن الدفعات اللي تدفع المقاول كل دفعة مرتبطة بحجم معين من الإنجاز أو حجم معين من العمل. إذا خلصت المرحلة هذه تأخذ عليه المبلغ هذا، وفي كل مرحلة يحصل استلام وتسليم. يجتمع المقاول مع رب العمل بوجود المهندس الاستشاري إذا كان هناك مهندس استشاري يشرف على العمل. إذا أقر المهندس الاستشاري أنه بالفعل المرحلة رقم واحد تم إنجازها بشكل جيد ويسمح ببناء أو في المرحلة الثانية،
يقوم رب العمل بتسليم المقاول للدفعة المستحقة في وجود المهندس الاستشاري ويتم التوقيع على الاستلام والتسلم. ونشرع في المرحلة الثانية. القانون في نصوص القانون المدني طبعا تحمي رب العمل، أنا ما أريد أن أثقل على المشاهد بهذه النصوص، لكن أعطى القانون المدني لرب العمل جملة من الامتيازات والحصانات. يجوز إذا شعر أن المقاول بدأ يعمل بشكل خاطئ أو أنه بدأ يتقاعس عن تنفيذ عمله أو بدأ يقوم بتنفيذ عمله بشكل خاطئ، يحق لرب العمل أن يلجأ للقاضي ويطلب منه أن ينبه هذا المقاول إلى العودة إلى العمل بشكل صحيح، وإلا إما أن يأذن له بفسخ العقد أو يأذن له بتنفيذ العمل بواسطة مقاول آخر ويحمل المقاول الأصلي بمصاريف هذا العمل. فهناك كثير من الضمانات وهناك كثير من الحقوق لو اطلع عليها كثير من الأخوان لمنعوا عن أنفسهم كثير من المشاكل اللي وقعوا فيها. طبعاً سعد عماد، يعني أنا ما أختلف وياك في أن القانون واضح وسليم في حماية المواطن وأيضاً في حماية المقاول، وأيضاً صريح وبين، لكن هناك بعض الأخوان بعد فترة البناء يتساقط بعض أجزاء المنزل وقد يسبب في وفيات أو في تلف أو في خسائر مادية أو معنوية. ما أدري حماية هؤلاء الناس بعد فترة إنجاز هذا المنزل، هل هناك قانون يحافظ أو يساعد هذا صاحب البيت في أنه ممكن يكون له تعويض من قبل المقاول أو محاكمة هذا المقاول طبعاً بعد فترة الإنجاز؟ طبعاً في دعوى الضمان، في شيء اسمه دعوى الضمان. دعوى الضمان يحق لرب العمل وبعد 3 سنوات من إنشاء البناء أو انكشاف العيب، إذا وجد أن هناك عيب يحق له خلال 3 سنوات أن يرفع دعوى ويرجع بالتعويض على المقاول. وعموماً يملك رب العمل مدة تقادم تصل إلى 10 سنوات يستطيع فيها أن يعود على المقاول على المهندس منذ انتهاء البناء في حالة وجود أي عيب، وهذه نصوص موجودة في القانون المدني ويحق لرب العمل أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقه بالتعويض عن أي أضرار نتيجة وجود عيب أو عدم اكتمال المبنى بالشكل المتفق عليه. عموما في نهاية حديثنا لا أختلف وياك أستاذ عماد في أن القانون واضح جدا وبين جدا ولا هناك أي غبار على أي نقطة من نقاط القانون في حماية المستهلك أو رب العمل أو المقاول. ما أدري إذا كان هناك كلمة أخيرة تود أن تقدمها للمشاهدين. أنا طبعا مثل ما قلت في البداية أنه مزيد من الحرص لا يكلف كثيرا، يعني حرص الإنسان أن عندما يقوم في أي تصرف قانوني، طبعا أنت تعرف عقد المقاول أو المقاول هو عقد قانوني يعني يلتزم في طرفين بمجموعة من الالتزامات تقع على عاتق الطرفين. لذلك أنا أعتقد قليل من الحرص إذا سبق إبرام مثل هذه العقود سيوفر على كثير من الناس المشاكل اللي قد تطرأ أثناء تأدية هذا العمل اللي هم في غنى عنها لو أنهم تحصنوا بالمشورة وتحصنوا بإبرام عقد جيد وتحصنوا بإيضاح حقوقهم وواجباتهم بمقتضى هذا العقد حتى يوفروا على نفسهم عناء الدخول في قضايا في المحاكم. أعزائي المشاهدين، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء أن نتقدم بجديد الشكر والامتنان للمحامي عماد السيف على توضيح هذه النقاط المهمة لكل رب عمل. شكرا لك. حياكم الله. ويستمر حلم المواطن بسرعة التخصيص إلى أن يحصل على منزل أو على قطعة أرض ليبني عليها بيت العمر. وإن كانت هناك بعض المعوقات التي تحول بين تحقيق هذه الأحلام إلا أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق اللازم. انتهت حلقة اليوم من الفلاس 96. أمل لكم أنكم قد استطعتم أن تستفيدوا بعض الشيء من تسليط الضوء على بعض النقاط المهمة في عملية البناء. إذن أمنياتنا لكم بسكن مريح ومع السلامة في حلقة قادمة من فلاش 96.